يعطيك العافية وفاء، شكرا. أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. مجلس الوزراء يشدد على ضبط الأسعار والحد من ارتفاعها غير المبرر ومتابعة محاربة الفساد بكل أشكاله وعلى جميع المستويات. السورية للغاز، الإقلاع التجريبي لضواغط معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى. أهلا بكم من جديد. ناقش مجلس الوزراء مشروع سك تشريعي بإعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات وإضافتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة، الأسواق القديمة والتراثية في محافظتي حلب وحمص. كما ناقش المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس بشكل موسع واقع الأسعار ومدى توافر المواد الأساسية بالأسواق. وشدد المجلس على الجهات المعنية متابعة توافر مادتي الفروج والبيض بالأسواق بكميات كافية ومراجعة تكاليف الإنتاج والمتابعة المستمرة لعمل المسالخ وسوق الأعلاف. ووافق المجلس على العقد المبرم لإعادة تأهيل المجموعات البخارية الأربع في الشركة العامة لتوليد كهرباء محردة مع متمماتها باستطاعة إجمالية وصلت إلى 567 ميجاوات. كما وافق المجلس على منح سلفة مالية بقيمة وصلت إلى 84 مليار ليرة سورية للمؤسسة السورية للتجارة لشراء مادة الرز لتوزيعها عبر البطاقة الإلكترونية، وعلى صرف مبلغ نحو 221 مليون ليرة سورية للتعويض عن الأضرار الزراعية نتيجة الحرائق الحاصلة في محافظة طرطوس لعام 2020 وفق أسس ومعايير تضعها وزارة الزراعة. تم اليوم عرض موضوعين من قبل وزارة العدل أمام مجلس الوزراء. الأول يتعلق بالدعاوى التموينية، وما هو دور وزارة العدل فيها بهذا الخصوص، وما هي الإجراءات المتخذة لوضع حد ولضبط الأسواق وعدم ارتفاع الأسعار، والآخر يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. بالنسبة للموضوع الأول المتعلق بالدعاوى التمويلية، نحن عرضنا أمام مجلس الوزراء عدد الضبوط الواردة إلى كافة العدليات في الجمهورية العربية السورية، وحددنا وفق هذه الإحصائيات عدد المدانين وعدد الذين حصلوا على البراءة والذين لا يتجاوزوا 10% من مجموع هذه الدعاوى. نحن نقول في هذا الصدد، ليست غاية المشرع هي إنزال العقاب من أجل العقاب، ولم تكن في يوم من الأيام هذه هي الغاية من العقوبة، إنما الأمر يتعلق بتحقيق أمرين مهمين. الأمر الأول يتعلق بتحقيق الردع الخاص لكي لا يقوم هذا الشخص بإعادة ارتكاب هذا الجرم، والأمر الثاني موجه إلى المجتمع لتحقيقا للغاية الأخرى وهي الردع العام. بدأت الشركة السورية للغاز في وزارة النفط والثروة المعدنية عمليات الإقلاع التجريبي للضواغط ضمن مشروع الضواغط الغازية في مديرية استثمار غاز جنوب المنطقة الوسطى. ويتضمن المشروع تركيب 4 ضواغط دورانية مقادة بعنفات غازية استطاعة كل منها 10 ميجا حسب المهندس أمين الداغري مدير عام الشركة السورية للغاز، الذي أوضح أن الهدف من المشروع هو رفع مردود الحقول الغازية الموصولة إلى معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، متوقعا من المشروع حسب الدراسات زيادة الإنتاج بحدود 500 ألف متر مكعب من الغاز يوميا، إضافة للمنتجات المترافقة معها من غاز منزلي وسوائل هيدروكربونية ليتم وضعها في الاستثمار خلال الربع الأخير من العام الحالي. أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري العراقي،
ويهدف تشكيل المجلس حسب بيان الوزارة إلى تعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته في تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق في مختلف المجالات. كما أشار البيان إلى أهمية السوق العراقية بالنسبة للمنتجات التصديرية السورية التي تلبي حاجة المستهلك العراقي. وافقت وزارة الصناعة على توزيع الأرباح الصافية الإضافية لعام 2021 على العاملين في كل من شركة حلب لصناعة الكابلات وشركة حمال الخيوط القطنية والشركة العربية الطبية تاميكو حسب مراكز العمل وباعتماد علامات لكل مركز عمل تقديرا لجهودهم المبذولة. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك أن هذه الموافقة جاءت استنادا لقرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار منتجات القطاع العام الصناعي سلعا تنافسية وللاجتماعات المنعقدة في وزارة المالية لمناقشة معايير الأداء السنوية المعتمدة في توزيع الأرباح لعام 2021. أنتجت الشركة التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي منتجات بقيمة وصلت إلى أكثر من 109 مليارات ليرة سورية، وبمعدل النمو بلغ 106% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وحسب التقرير الإنتاجي والتسويقي لشركات المؤسسة، جاءت شركة كابلات دمشق أولاً بقيمة إنتاج بلغت نحو 63 مليار ليرة، والإنشاءات المعدنية ثانيا بنحو 15 مليار ليرة، وحديد حما ثالثا بنحو 13 مليار ليرة سورية، تلتها كابلات حلب ب 12 مليار. كذلك بيّن التقرير أن شركات المؤسسة باعت خلال الفترة المذكورة بقيمة تتجاوز 113 مليار ليرة وبمعدل نمو وصل إلى 109% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. عالميا، استأنف عدد من البنوك الأمريكية تسهيل التعاملات في الديون الروسية خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد الحصول على الضوء الأخضر من واشنطن حسب ما أفادت رويترز نقلا عن وثائق مصرفية. ووفقا لتقرير الوكالة، فإن عمالقة وول ستريت مثل جي بي مورغان وبنك أوف أمريكا وسيتي جروب ودوتشي بانك وباركيز حتى الآن عادوا بحذر إلى سوق السندات الحكومية الروسية وسندات الشركات الروسية. وجاء التقرير بعد أن نشرت وزارة الخزانة الأمريكية إرشادات في تموز يوليو الماضي سمحت في إطارها للبنوك الأمريكية بتسهيل وتصفية وتسوية المعاملات مع الأوراق المالية الروسية. في سياق آخر، قالت الحكومة الألمانية إنه على الأسر الاستعداد لتحمل تكاليف إضافية تبلغ حوالي 290 يورو على استهلاك الغاز الطبيعي وسط نقص إمدادات الغاز من روسيا. هذا وكانت قد أفادت وكالة بلومبرغ بأن خطر وقوع اقتصاد منطقة اليورو في ركود اقتصادي قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني عام 2020. هذا ونقلت الوكالة عن خبراء اقتصاد بقولهم إن حالة نقص الطاقة تهدد بتعزيز التضخم بالفعل بشكل قياسي، مشيرين إلى أن احتمالية خفض الإنتاج في دول منطقة اليورو لربعين متتاليين ارتفعت من 45% إلى 60%. هذا وأظهر تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الضغط المتواصل في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي سيهدد التصنيف الائتماني لسلوفاكيا وجمهورية التشيك وإيطاليا، في حين أن معظم أوروبا ستشعر بالآثار الاقتصادية لارتفاع محتمل في أسعار الغاز الطبيعي. هذا وتوقعت الوكالة أن يؤدي قطع إمدادات الغاز الروسي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 2.5 إلى 3.5% العام المقبل. مشاهدينا، أخبار الاقتصاد انتهت وعودة إلى وفاء. شكرا، يعطيك العافية.